ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ أعوذ معناه أعتصم، أعتصم بكلمات الله التامات. وكلمات الله التامات هي التي اشتملت على العدل والصدق، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والكلمات هنا تحتمل الكلمات الكونية القدرية والكلمات الشرعية، فإن الإنسان يستعيذ بكلمات الله الشرعية في القرآن مثلا، كالتعوذ بسورة الفلق سورة الناس، ويتعوذ بالآيات الكونية، وهي أن الله عز وجل يحميه بكلماته الكونية من الشيطان الرجيم. وقوله من شر ما خلق يدخل فيها النفس، فإن النفس مما خلق الله ولها شرور، كما جاء في خطبة الحاجة: أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.